سخف مسكين خديجة سخفتي هربنا من الضفة الغربية للضفة الشرقية تبعنا واحد بيرجي ماروكاش غنقول لك خديجة ما صايمش هاد الجو بعدا ما شدكش بعدا ياك واش الفيستا باقا كاملة لا لا خباتي انا في اي مسلي الفيستا نتا عارف دي تجيني دي سبردي لا ما ديش الفيستا انت باقي في العنق حمزة ياك شوف اليوم باقي في العنق باقي في العنق ويلك ولك تجوك تجوك نطلع اليوم الدوزيام ايطاج العمر نطلع الدوزيام نجربوا الدوزيام يلا بسم الله الله يسخر هاد الدوزيام الله يا ربي الله الله يا سيدي الله تتغبل كتفكرني في شي واحد فينك الحاج تاتك فينك سسبنس تطلب هذا كان باب الفصيل واقي لك ديال والو دوز الدار لي اكوتي ما بقاش لنا الوقت بزاف حمزه ديما ديما اجي 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 باب الفصيل هذا باش كيدخل بعضياتهم ما بقاش الوقت السلام عليكم وما تحلش السلام عليكم كحب كحب اجي 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 ياك ما داك باش جاتك تسمك فوق حمزه مسافرين مسافرين حمزه واش حكيت لك كنا مسافرين في الكولون السلام عليكم راه التواب كاينين ما فهمتش هاد التواب هذا نورمال عاده حاجه السلام عليكم معك ميديا تي في ما عادش نروح نصحاب باش نضرب مع الصاد لا نورمال الصاد باب كيحل الباب الله يحفظك وي حلوا لي الباب صافي يلا نشوفوا نشوفوا واش السيده تتفرج في ميديا ان تي في قفازات والله الا الفيستا جات مزيانه ولا قفازات صافي قال لك الفيستا ايوا صافي ايوا مبروك اذا السيده اللي كانت تبعنا انا دركت تعرفوا على السيده خديجه كمال السلام عليكم وعليكم السلام حاجة الاسم ديالك سعيدة سعيدة الاسم العائلي بن عبود مرحبا بك الحاجة ومبروك عليك ربحتي معنا عمرة ديال المقدسة ان شاء الله مهدات لك من ميدي ان تي في شريفة شنو كديري في حياتك والو سيدي جالسة راحة احسن حاجة هي الراحة وكنشوف اسرع حاجة الدار هذيك اللي كدير ماشي الراحة الحاج لاباس عليك ها هو اللي يربح هو هذا اسمح لينا تهجمنا عليك يمشي انت ولا الحاج سهل لي الله يمشي اللي جا في الطريق عليك سهل لي الله الحاجة غادي نعطيو لها جائزة ديال العمرة هاكي الحاجة مبروك الا سعيدة مبروك مبروك عليك مبروك الا سعيدة الله يدخل عليك بالصحة والسلامة نفضلو هو يمشي عليا شوف الحاجة بغات الراجل ديالها يمشي ان شاء الله العمرة ومن بعد المهم غيتفاهموا بيناتهم حمزة غيتفاهموا خليهم يتفاهموا بيناتهم واجد كاين الله يسخر المهم بعدا هو عارف قولي المهم انه عاود مره اخرى ربحت معنا عائله جديده دخلت على الغفله ولقيتها الحمد لله الحمد لله خديجه مع السلامه خليكم دابا ونتلاقاو غدا ان شاء الله ان شاء الله اخر مره اخر يوم في مدينه الدار البيضاء ان شاء الله خليكم بزاف